كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. نظم بيت الصحافة بطنجة مساء اليوم الأربعاء ندوة في موضوع الإعلام للمجتمع المدني من أجل ديمقراطية تشاركية. الندوة أطرها مجموعة من المختصين وعلى رأسهم السيد مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة. أعتقد أحد التحديات المطروحة علينا من أجل ربح رهان الديمقراطية التشاركية يتعلق بإنجاح ما نسميه بتحول رقمي للجمعيات وبإرساء ولوج عادل ومنصف للجمعيات للإعلام. لماذا؟ أولا ثورة تكنولوجيا المعلومات تتيح إمكانات هائلة بالنسبة للجمعيات من أجل التأطير، التواصل، التكوين، بناء شبكات، جمع التحسيس بعملية جمع توقيعات لعريضة، اليقظة الرقمية، كل ما جاء مع ثورة تكنولوجيا المعلومات يتيح فرص وتحديات، ولهذا الجمعيات معنية بإنجاز هذا ما نسميه بالتحول الرقمي. في السياسة العمومية، الرقابة، المساءلة، كل هذه الأدوار تقتضي الاشتغال مع الفاعلين الجمعويين من أجل تعزيز قدراتهم وخاصة في علاقتها مع الإعلام حتى يعني نمكن بلدنا من مجتمع مدني قوي مستقل وتعددي وفعال وذو مصداقية. عادة بيت الصحافة كيحاول قدر الإمكان في سياقات متعددة خاصة السياقات المجتمعية أنه يبحث على أسئلة جديدة يمكن لها تكون هي المدخل الأساس بالنسبة لقضايا مغلقة، قضايا تثير علامة استفهام الكبرى. اللقاء عرف أيضا مداخلات لبعض الجمعويين من ضمنهم ربيع الخمليشي رئيس مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية والباحثة في قضايا الشباب والمجتمع المدني رقية أشمال وأستاذ العلوم السياسية عبد العزيز قراقي. اليوم احنا في بيت الصحافة بمناسبة اليوم العالمي للمجتمع، اليوم الوطني للمجتمع المدني، وكان نقاش حول المسار العام المتعلق بالأدوار ديال المجتمع المدني. طبعا العرض بسطو السيد الوزير مصطفى الخلفي المكلف بالعلاقة مع المجتمع المدني والبرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، وكان يعني مجال النقاش وإثارة تسليط الضوء على الموضوع من زوايا متقاطعة، فيها الرأي ديال المسؤول الحكومي وطبعا فيها آراء ديال فاعلين مدنيين ورجال الصحافة والإعلام من أجل يعني التدارس والحوار حول السبل المثلى باش بالفعل أن يكون عندنا مجتمع مدني قوي، مجتمع مدني مستقل، مجتمع مدني قادر يقوم بالأدوار ديالو كافة. هذا الموضوع اللي الأضلاع ديالهم ضلعين أساسيا كنعتبرهم بالأساس، المجتمع المدني من ناحية ثم الإعلام وكيفية تطوير أدائهم وأدوارهم ومسؤولياتهم من أجل تعاون وتكامل المسؤوليات للارتقاء بالأداء المدني والأداء الإعلامي أيضا، وكل هذا يصب في اتجاهين، اتجاه تنمية المجتمع من ناحية واتجاه ديمقراطية الدولة من ناحية ثانية. وقد أغنى عدد من الجمعويين الحاضرون في الندوة النقاش بخصوص حصيلة المجتمع المدني والمشاكل التي يواجهونها لتنظيم أنشطتهم وسبل معالجتها. يستجيب لكل فعاليات وكل إطارات وكل هيئات كما قلت بأريحية وبسخاء.